بالتأكيد هذه المسألة من الممكن أن يكون فيها ترابط بعض الشيء، ولكن بالتأكيد الجانب الأمريكي إما سينفي أو سوف يبتعد عن تحمل المسؤولية حول هذا الموضوع، أو سيبين بأنه لا علاقة له بهذا الأمر. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تمر بفترة حساسة، لأننا اقتربنا من موعد انتخابات الرئاسة والذي سوف يجرى في نوفمبر من هذا العام. من جهة أخرى هناك بعثة أممية في العراق سينتهي عملها، وهذا أيضا سيشكل تحديا أمام الولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك هناك مطالب بإخراج الأمريكان بالكامل من العراق من قبل بعض الفصائل السياسية العراقية. إذن كل هذه المسائل مجتمعة نعم تبين بأن هناك علاقة. اليوم السفيرة تهدد هذه الفصائل، لماذا؟ هذه الفصائل تريد أن تستهدف المصالح الأمريكية من الألف إلى الياء في العراق، من مسائل تتعلق بالاستثمارات ومسائل تتعلق بالاقتصاد الأمريكي الموجود في العراق، أو التعاون السياسي أو الاقتصادي الأمريكي بين الحكومتين العراقية والحكومة الأمريكية. هذا بالإضافة إلى مسائل أخرى تتعلق بتحدي الولايات المتحدة الأمريكية تزامنا وتوازيا مع الخط الإيراني بالتحجج بقضية فلسطين وما تحصل من مجازر يندى لها الجبين الإنساني بكل صراحة في غزة وفي أطراف هذه المدينة وصولا إلى رفح. إذن كل هذه الأسباب مجتمعة نعم من الممكن نستطيع أن نعتبرها كمعطيات، ولكن الجانب الرسمي الأمريكي بالتأكيد لن يتحمل المسؤولية حول هذا الموضوع. طيب أستاذ محمد، يعني ترجم تهديدات السفيرة الأمريكية الجديدة إلى قصف ضد الفصائل برأيك، هل يعني ذلك أن الولايات المتحدة اعتمدت استراتيجية جديدة يعني تحت عنوان إنهاء أو كبح جماح هذا الفصائل ربما؟ مسألة إنهاء الفصائل ليست بالأمر السهل، والولايات المتحدة الأمريكية لا تريد اقتلاع هذه الفصائل من الجذور بكل صراحة. كان الأولى والأجدر بها أن تقتلع مثلا الفصائل التابعة لإرهابي داعش أو للقاعدة أو ما شابه. دائما الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن مسمار جحا في كل الدول التي لها فيها نفوذ بكل صراحة، وهذا واقع يعني تعودنا عليه، إن كان في الصومال أو في لبنان أو في الدول التي لها فيها نفوذ أو كانت لها فيها قوات عسكرية. إذن بكل صراحة الولايات المتحدة لا تريد اقتلاع هذه الميليشيات، ولكن ما الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية؟ تريد أن تبين بأنها تقف ضد هذه الميليشيات، وأنها لا تريد أن يكون لهذه الميليشيات دور في العملية السياسية العراقية. وهذه الميليشيات عندما تستهدف الجانب الأمريكي تستهدفه سياسيا واقتصاديا وعسكريا، تبين بأنها ومن خلال الاستعراض للعضلات بأنها تحارب الجانب الأمريكي وهي تقاوم الجانب الأمريكي لاكتساب مزيد من الأصوات للناخبين، وخصوصا أننا نتحدث بين الفينة والأخرى عن انتخابات مبكرة لمجلس النواب العراقي وعن مسائل أخرى تتعلق بالنفوذ السياسي والوزن السياسي داخل هذه العملية التي بدأت منذ 2003 وحتى هذه اللحظة. الولايات المتحدة هي عرابة العملية السياسية في العراق، وإن أرادت اقتلاع الميليشيات من الجذور فمسألة اقصفني وارد عليك وتقصفني وارد عليك، هذه المسألة بكل صراحة لن تفيد أبدا لا العملية السياسية للجانب الأمريكي ولا تفيد اقتلاع هذه الميليشيات. هذه المسألة يراد بها إرادة عراقية، كأن تكون مثلا دمجهم في المنظومة الدفاعية العراقية، كأن تكون مثلا نزع السلاح من هذه الميليشيات، أو مسائل تتعلق بقوانين جديدة عن السلاح المنفلت، عن مسائل تتعلق بالمراجعات القانونية والإجراءات القانونية حول هذا الموضوع. إذن بكل صراحة الولايات المتحدة من جانبها تريد أن تستعرض العضلات بأنها تحارب ما تسميه بالإرهاب أو الخروج عن القانون في العراق، والجانب الذي يسمي نفسه بالمقاومة يحارب الأمريكان ويحارب الوجود الأمريكي في العراق، وبالتالي الطرفان متفقان على هذه الاستراتيجية، والميليشيات هي باقية وهي الأكثر نفوذا في العملية السياسية العراقية.